رحب بكم من جديد مشاهدينا. إذن الأبرز وأهم الأخبار اليوم هو القبض على محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين، والتأكيد على أنه الآن بالسجن ترى وفريق من نيابة مصر الجديدة ينتقل بالفعل لسجن ترى للتحقيق مع محمد بديع في تهم التحريض على أحداث العنف أمام الاتحادية وأمام الحرس الجمهوري. مصدر قضائي يؤكد لائحة الاتهامات الموجهة لبديع تتضمن إصدار أوامر مباشرة للاعتداء على القوات في أحداث الحرس الجمهوري، وإصدار تعليمات لقيادات الجماعة لقتل كل من يحاول التظاهر أو اقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم، والتحريض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين في أحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي. مباشرة أعلنت جماعة الأخوان المسلمين إعلان الخبر، خبر القبض على بديع. أعلن التولي محمود عزت الذي هو كان النائب الأول لمرشد الجماعة، أعلن التولي منصب المرشد العام للجماعة مؤقتا، وأكدت أنه ده حسب لائحة الجماعة بتنص المادة الرابعة أنه في حال غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع الاختصاصات. أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الأخوان المسلمين أكد أنه المرشد هو فرد من أفراد جماعة الأخوان المسلمين، والأخوان هم عضو من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والتحالف في القلب من الشعب المصري الصامد بالملايين ليل نهار على حد قول المتحدث باسم الجماعة السيد أحمد عارف. في نفس الوقت حركة التمرد بتؤكد أن القبض على بديع خطوة قوية لتفكيك بؤر الإرهاب واستكمال الثورة. معنا على التليفون الأستاذ محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بحركة التمرد. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور يا أستاذة دي. يعني تعليقك على ما قاله السيد عارف أنه مرشد أو بديع هو فرد من أفراد جماعة المسلمين الأخوان المسلمين اللي هم من التحالف، والتحالف هو في قلب الشعب المصري، بما معناه يعني هو فرد زي أي فرد، ولكن لن يكون هناك تفكيك كما قلتم في تمرد لهذه الجماعة. يعني بكل تأكيد السيد أحمد عارف ما زال يعيش في وهم المجتمع الافتراضي اللي بيعيش فيه جماعة الإخوان. هم معتقدين أن يعني هناك حالة شعبية رافضة لما أسموهم الانقلاب، وإذا مشينا في الشارع المصري في أي مكان نجد ترحيب كبير بثورة 30 يونيو اللي هي امتداد لثورة 25 يناير ورفض قاطع لسياسات جماعة الإخوان. إحنا من هنا بنرسل التعازي إلى أهالي شهداء سيناء اللي سقطوا ضحية للإرهاب الغاشم من قبل هذه الجماعات الإرهابية. بنعزي الشعب المصري بالكامل. كلمة قالها محمد بديع في أذن محمد مرسي ولم يسمعها محمد مرسي حينما قال له القصاص، لكن سمعها الشعب المصري وهو الآن ينفذها. حاضر يا دكتور محمد يا بديع، القصاص القصاص قادم منكم أيها القتلة الذين قتلتم الحسيني أبو ضيف وجابر جيكا ومحمد كارستي ومحمد الجندي. يعني اعتقد ان هذه خطوه رائعه وقويه في اتجاه محاصره بؤر الارهاب. هذه جماعه قائمه في الاساس على السمع والطاعه، وقيادتها هي التي تتخذ القرار وليست جماعه معبره عن نسق ديمقراطي. يعني نقدر نقول انه افراد الجماعه قادرين على توجيه سياسات الجماعه، وبالتالي عمليات القبض المنظم التي تجري على قيادات هذه الجماعة الإرهابية تفكك بكل تأكيد بؤر الإرهاب اللي بدأت تنتشر وبيحاولوا ان هم يرهبوا الشعب المصري ويعيدوه الى ما قبل 30 يونيو وهم واهمين في ذلك، وهذا لم يحدث. حركة التمرد تجدد مطالبها بضرورة حل هذه الجماعة الإرهابية ومصادرة اموالها وإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية. النقطة الثانية، ولكن اسمح لي بمناسبة يعني تصورك لحل هذه الأزمة بحل جماعة الأخوان المسلمين لما تراه من ممارسات إرهابية. الخارجية الأمريكية كان لها تعليق على المساعي لحل الجماعة أنه ده لن يفيد الأوضاع السياسية في مصر بل سيزيدها تعقيدا. أنا بس يعني دفاع الخارجية الأمريكية أو الموقف الأمريكي الرهيب عن جماعة الإخوان، أنا بوجه سؤال لكل الذين ما زالوا حتى الآن منخدعين في جماعة الإخوان وبيؤيدوه، هل أمريكا بتؤيد المشروع الإسلامي أم أن الإخوان هم اللي بيدعموا المشروع الأمريكي؟
يجب على شباب الإخوان أنهم يسألوا نفسهم السؤال ده. كل هذا الدفاع المستميت من أمريكا عن جماعة الإخوان، هل لأن الأمريكان بيأيدوا المشروع الإسلامي زي ما أنتم بتقولوا أنه جماعة الإخوان بتعبر عنه، ولا الإخوان هم اللي بيعبروا عن المشروع الأمريكي الصهيوني؟ أعتقد الإجابة واضحة جدا أن جماعة الإخوان تعبر عن مشروع أمريكي صهيوني واضح في المنطقة، هو إنتاج الشرق الأوسط الكبير حسب رؤية الأمريكان. وأعتقد أن الشعب المصري قادر على انه يهزم الاخوان والامريكان، ولا يستطيع احد انه يلوي ذراع الشعب المصري. اذا امريكا بتهددنا او بتتكلم عن قطع المعونه العسكريه، احنا بنقول لها 60 داهيه، الشعب المصري هيتخذ قراره. واعلنت ده حركه تمرد صباح اليوم ان حركه تمرد تدعو الشعب المصري والشعب العربي في كل مكان الى مقاطعه جميع البضائع الامريكيه ردا على التهديدات او التدابير المتخذه بشان قطع المعونه او غيره. الشعب المصري قادر على الاستغناء عن كل هذه المعونات والهبات، والشعب المصري سينتصر في هذا الطريق، ولا عوده للاوضاع لما قبل 30 يونيو او ما قبل 25 يناير، لان 25 يناير كانت ثوره الشعب العظيم من اجل العيش والحريه والعداله الاجتماعيه، سرقتها جماعه الاخوان واستردها الشعب مره اخرى في 30 يونيو، ولذلك الشعب مصر على استكمال هذه الثوره حتى تحقق هدفها. وانا سعيده جدا ان انك بتؤكد على هذه يعني هذه الحقيقة، انه ثورة 30 يونيو هي امتداد لثورة 25 يناير، هي تصحيح لما جرى بعد 11 فبراير من اختطاف للثورة واستيلاء على الثورة ومحاولة للتمكن من امور البلاد من قبل جماعة الاخوان المسلمين. ولكن البعض يستشعر انه هناك هجوم كبير جدا يجري الان على ثورة 25 يناير وشباب ثورة 25 يناير، وان هم مسؤولين على كل ما قالت إليه أمور البلاد من هذه الحالة الاقتصادية والأمنية المتردية، ويؤكدون أنه 30 يونيو هي ثورة منفصلة بذاتها، قائمة بذاتها، منفصلة تماما عن 25 يناير، رغم أنه شباب تمرد اللي هو أنتم جزء من 25 يناير وكنتم في الميدان كمان. بكل تأكيد إحنا جزء من 25 يناير، 25 يناير ثورة شعبية عظيمة خرجت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، خطفتها جماعة الإخوان ولم تحقق لا العيش ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية، وتنبه الشعب المصري العظيم للخديعة الكبرى التي وقع فيها، فنزل يوم 30 يونيو علشان يطالب بنفس المطالب وبنفس الهتافات، هتف عيش حرية عدالة اجتماعية، وبالتالي يوم 30 يونيو هو اليوم المتمم ل 25 يناير، وبالتالي احنا مستمرين على نفس الخط في مطالبتنا باهداف الثوره الاولى التي ستتحقق ان شاء الله في الثوره ان شاء الله. طيب انا عايزه اعرف تعليقك كمان على ما قاله رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي في احد اجتماعات حزب العداله والتنميه، انه اسرائيل بتقف خلف هذا وما سماه الانقلاب العسكري، وتحدث عن ثوره الشعب المصري وخروجه في 30 يونيو، وده اللي خلى ودفع سيد احمد المسلماني مستشار الاعلامي للرئيس المؤقت انه يرد عليه لن ينجح العملاء الاقليميون في كسر مصر. في نفس الوقت الحقيقه عندنا خبر من بعض المصادر الامنيه، مباحث ميناء الاسكندريه تضبط 18,000 قطعه سلاح داخل حاويتين قادمتين من تركيا. المصدر بيؤكد انه الحاويتان يملكهما احد رجال الاعمال الاخوان بالاسكندريه وجاري ضبطه للتحقيق معه. يعني تعليقكم على هذه المواقف التي تعلنها الحكومة التركية برئاسة أردوغان؟ يعني أردوغان هو الذي وضع الدرع الصاروخي للناتو عنده في تركيا. أردوغان والجيش التركي هو الجيش الأكثر تعاونا مع الجيش الإسرائيلي. الحديث عن أن إسرائيل تؤيد هذا الانقلاب، هذا كلام يعني تدخل سافر في المصري وتدخل سافل باللام في الشأن المصري. بكل تأكيد واضح الموقف الأمريكي فين، واضح الموقف الأوروبي فين، واضح دعمهم لجماعة الإخوان، وبالتأكيد الموقف الإسرائيلي مرتبط عضويا بالموقف الأمريكي. فأي كلام عن محاولة خداع الناس أو محاولة خداع الرأي العام بأن إسرائيل مؤيدة لما يجري، ده كلام لا يقبله عقل. النقطة الثانية، أنا بس بفكر السيد رجب طيب أردوغان باعتصام تقسيم اللي ميدان تقسيم في تركيا اللي هو فضه بقنابل الغاز، رغم أنه كان اعتصام سلمي فعلا في الوقت اللي كان هناك اعتصام مسلح وعمليات إرهابية، وقيادي في جماعة الإخوان اسمه محمد البلتاجي بيقول نصا إذا أردتم العمليات اللي بتحصل في سيناء تقف، رجعوا مرسي الى السلطه. يعني كيف يكون التعامل مع هذا الامر؟ احنا بنقول لتركيا اللي بتحاول انها تلعب دور اكبر من حجمها
في المنطقه تفوق، لان مصر بدات تاخد مكانها الطبيعي وهي قائد هذه المنطقه بكل تاكيد. وده اللي راحت تركيا بالمناسبه، ان في اطار يعني تركيا اتزرعت كمركز عميل لصالح الامريكان ولا صالح اراده اوروبا، هو هيموت ويدخل الاتحاد الاوروبي وهم بيلعبوا معاه بورقه العصا والجزره في قصه الاتحاد الاوروبي ان هو عايز تركيا عايز تدخله. فاحنا بنقول له لا، لازم تفوق يا رجب يا طيب يا اردوغان. انا بشكرك. مصر طول عمرها هي الدوله القائده في هذه المنطقه ومحدش يقدر ياخد مكانها. شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العزيز، مسؤول الاتصال السياسي بحركه التمرد قدامنا وفي مؤتمر وزاره الثقافه. شايفين على الهواء مباشره دكتور عمرو الشبكي المحلل السياسي والخبير بمركز الاهرام لدراسات سياسيه والاستراتيجيه، مشارك ايضا في هذا المؤتمر، بالاضافه لجانبه الفنان التشكيلي الاستاذ احمد شيحه. وراينا بعض من الفنانين ايضا على منصه مؤتمر وزارة الثقافة بجانب وزير الثقافة المصري السيد صابر عرب. خلونا نتعرف على أهم الأحوال في شمال سيناء. معانا على التليفون الأستاذ مصطفى سنجر مراسل جريدة الشروق هناك. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور يا فندم. كيف هي الأحوال النهاردة في شمال سيناء؟ يعني تم إعلان سيناء منطقة عسكرية بالأمس بعد هذا الحادث المجرم اللي نال جنودنا 26. تفاصيل إعلان سيناء منطقة عسكرية إيه؟ حقيقة لم تصدر هنا أي إعلانات من المصادر الأمنية أو الأجهزة الأمنية بشأن إعلان سيناء منطقة عسكرية. نعم، هناك حالة استنفار معلنة منذ أكثر من شهر في شمال سيناء إلى أقصى درجاتها نظرا للهجمات المتكررة المسلحة بالطبع ضد ارتكازات الأمن وأفراد الشرطة والجيش طوال شهر رمضان وحتى اليوم، عندما هاجم مسلحون أحد الارتكازات الأمنية جنوب مدينة العريش ظهر اليوم وأطلقوا قذيفة RPG أصابت صخريج نقل مياه، كما دارت اشتباكات قرب الحاجز ومجموعات من المسلحين، اشتباكات عنيفة كما وصفها الأهالي. لم تسمح حتى للأهالي باستطلاع الأمر عند الصخريج الذي اشتعلت فيه النيران ومعرفة إذا كان هناك خسائر بشرية أم لا. صاحب ذلك حملة مداهمات شنتها قوات الأمن بمصاحبة مروحيتين عندما قامت بحمله مداهمات في منطقه شرق العريش. الشهود يتحدثون عن القاء القبض على بعض الاشخاص واقتيادهم الى اجهزه الى مقرات امنيه داخل مدينه العريش للتحقيق معهم بشان. هل تم تحديد هويه هذا الشخص؟ حتى الان لم تكشف السلطات الامنيه في شمال سيناء عن اسماء المقبوض عليهم، الا ان المتحدث العسكري في القاهره تحدث عن القاء القبض عن 11 شخصا. لا نعرف إذا كان يقصد هم من تم إلقاء القبض عليهم اليوم أم آخرين. هذا ما شاهدته المحافظة اليوم بعد ساعات قليلة من الهدوء. بالطبع حدثت بالأمس عدة هجمات مساء الاثنين في منطقة ضاحية السلام بمدينة العريش، عندما هاجم مسلحون عدة أو جملة مقرات أمنية بطلقات نارية وقذيفة RPG سقطت قرب احد مقرات الاستخبارات العسكريه. لم تحدث اصابات خلال هذه الهجمات. ردت قوات الامن بالنفس على مصادر اطلاق الرصاص ولكنه لم يعلن عن اصابات او القاء القبض على احد. بالتالي جمله هذه الاحداث كانت بعد الصباح الدامي بالامس عندما بشت 25 26 على ما اعتقد بعد استشهاد واحد من المصابين. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى سنجر مراسل جريده شروق بمحافظه شمال سيناء. خلونا نروح للمنوفيه والحقيقه 21 من شهدائنا اللي سقطوا فجر الامس في سيناء كانوا من المنوفية، والنهاردة سادت المنوفية بعض من أعمال العنف وإشعال للنيران في محلات مملوكة لبعض من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتحديدا في مركز بركة السبا وسط زغاريد للنساء وهتافات كثيرة ضد الجماعة أبرزها ينجيب حقهم ينموت زيهم. معانا من المنوفية زميلنا عوض الغنام مراسل CBC. مساء الخير يا عوض. أخيرا أستاذة دينا، بركة السبع في هجوم كبير على ممتلكات الأخوان وخاصة المحلات التجارية، هل تكرر في أكثر من منطقة من اللي فيها شهداء وقعوا خلال حادث الأمس؟
نعم سأجيب على هذا السؤال، لكن دعيني يعني أبدأ بآخر التطورات هنا حتى هذه اللحظة. لو سيبدأ في ساعات قليلة مسيرة من القرى التي يعني ينتمي إليها الكثير من الشهداء الذين سقطوا، وذلك للتنديد بالمذبحة التي حدثت بالأمس، وراح ضحيتها كما تعلمين 26 شهيدا من بينهم 21 من محافظة المنوفية. رد فعل الناس هنا يا أستاذة دينا أنا لمسته بقوة في المنوفية، ما زال يتسم بالرب تجاه ما حدث، وترجموا البعض بالخروج في مظاهرات، وآخرين ترجمه بالاعتداء كما حضرتك سبقت الذكر بالاعتداء على بعض المؤسسات الخاصة لقيادات الإخوان هنا في المنوفية. أريد أن أنوه أيضا إلى مشاهدات هامة لعل أهمها أولها الانتشار الأمني الكثيف والملاحظ بشكل واضح للغاية هنا في كل المراكز وقرى المحافظة، أيضا تأييد المنايفة لحملات الجيش القائمة الآن بتطهير البلاد من براثن الإرهاب والتطرف. أما بخصوص أعيد وأؤكد على كلام حضرتك ما حدث في مركز السبع، حدث كذلك مركز الشهداء، هذا المركز ينتمي إليه 6 من الشهداء الذين وقعوا بالأمس، وأيضا في شبين الكوم. سرادقات العزاء وتقبل العزاء هيكون النهاردة ولا تم تأجيله فيما بعد؟ هو بالفعل كل مرتين على حداها تتقبل العزاء في مركز العائلة المنوط به سواء في سرادق أو في المنازل، وهو يعني احنا عشنا منذ ساعات حالات متعددة، يعني زرنا أكثر من بيت وغالبية الأهالي هنا تتلقى التعازي في أبنائها الذين فقدوا بالأمس. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا عوض الغنام مراسلنا في المنوفية، وبالتأكيد خالص عزائنا لأسر شهداء ال 26 اللي سقطوا بيد الغدر بالأمس، مقدرين حرقة قلوبهم، مقدرين مصابهم الأليم، مقدرين خسارتهم الفادحة. شباب زي الورد فرحانين بأن هم خلاص أنهوا فترة التجنيد وبيبصوا إزاي يبتدوا الحياة، سواء بقى على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني، إزاي يبتدوا حياة جديدة، مستقبل قدامهم طويل، أعمارهم ما بين 21 ل 22 ل 23 في مقتبل العمر، ولكن للأسف الشديد يعني أبت يد الإرهاب والغدر إلا أن تحرمهم وتحرم أسرهم منهم، ولكن نحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله. هنروح لإسكندرية والزميل خالد الأمير مراسل سي بي سي بالإسكندرية. مساء الخير يا خالد. خير أستاذة دينا، كيف هي الأحوال في إسكندرية؟ منذ قليل ضبطت مباحث من عائلة إسكندرية حاويتين قادمتين من تركيا بحوزتهم 18,000 قطعة سلاح معدة للتعديل وأطلاق ذخيرة حية. كما أكد لي مصدر أمني أن هذين الحاويتان يتبعان أحد رجال أعمال من جماعة الإخوان المسلمين، وجاري ضبطه وجاري التحقيق معه في لماذا تم استخدام هذه الأسلحة التي بالطبع تستخدم في اشتباكات الدعم في الاسكندريه والمحافظات. ايضا الاسكندريه اليوم شهدت عده بلاغات بوجود قنابل بمكتبه الاسكندريه ومبنى الصرف الصحي، هيئه الصرف الصحي كليه الاسكندريه، تعاملت معها قوات الامن والامن المركزي واداره المفرقعات بالحظر الشديد وبسرعه شديده حتى تتاكد من خلو هذه الاماكن من القنابل التي تم الابلاغ عنها بالفعل. ايضا صباح اليوم لهمت أمن الإسكندرية داهم مبنى الجماعة المركز الإعلامي للجماعة، وتم ضبط عدد من الحواسب الآلية والكاميرات الفيديو والاستوديو المجهز لبث ونشر التصوير على الإنترنت وبعض الحسابات الشخصية للمركز وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا خالد الأمير مراسل سي بي سي في الإسكندرية. عندنا خبر عاجل وهو الحقيقة خبر رائع، أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل رواتب المجندين في القوات المسلحة للمرة الثانية في العامين الأخيرين، حيث كان قد تم تعديلها لآخر مرة بقرار من المشير طنطاوي بموجب القرار 238 لسنة 2012. نص التعديل على حصول الجندي المجند على 246 جنيه شهريا، والعريف المجند على 248 جنيه، والرقيب على 250 جنيه، والرقيب أول على 252 جنيه، وذلك اعتبارا من أول أغسطس الجاري. لم تطرأ بموجب هذا القرار أي زيادة على رواتب ضباط الصف والضباط، ونص القرار أيضا على ألا
تسري هذه الزيادات على بدلات الإقامة في المناطق النائية، إذن زيادة لرواتب المجندين بقرار جمهوري أصدره اليوم الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور. الحقيقة أنه المجندين يعني بالفعل هم محتاجين زيادة في الرواتب، محتاجين زيادة في المزايا، محتاجين كمان عائلات الحقيقة الشهداء والمصابين اللي بيصابوا خلال العمليات التي يشارك فيها المجندين أو من خلال التدريبات اللي بيشاركوا فيها، محتاجين كمان نشوف إيه اللي من الممكن أن ندعمهم به كدولة وكقوات مسلحة وكجهاز داخلية. الحقيقة أن هم محتاجين الكثير من الدعم، محتاجين الكثير من الرعاية، ومحتاجين الكثير من العناية، وده مش تكرم من الدولة عليهم على الإطلاق، ولكن ده الدور اللي بتقوم به أي دولة لرعاية جنودها اللي بيبقوا مشايلين روحهم على أيديهم واقفين بيحموا أمن البلاد سواء جوه البلد نفسها. يمكن احنا بنشوف خلال ساعات الحاضرة عدد كبير جدا من المجندين والضباط اللي هم واقفين ومش عارفين في أي لحظة الكمين اللي هم فيه ايه اللي ممكن يتعرضوا له، ممكن طول الوقت ان هم يكونوا يتعاملوا مع مواطنين عاديين وممكن فجأة يحصل اي هجوم ارهابي زي اللي بيحصل طول الوقت للأسف شديد في سيناء. فبالفعل هم محتاجين رعاية ومحتاجين ان هم يحصلوا على حقوقهم، وبالتالي بالتأكيد يعني كان قرار في محله في ذات اليوم. وطبعا هناك الكثير من الضحايا الشهداء اللي سقطوا بالأمس من أسر بسيطة، أسر مصرية بسيطة وشريفة، وابنهم اللي خلص تجنيده كان عليه أمل كبيرة أن هو يشيل مع الأب، يشيل مع العائل الهموم ويساعد، وبالتالي هم في حاجة إلى معاشات، في حاجة إلى تعويضات، في حاجة إلى رعايات صحية وغيرها. وبالتأكيد يعني قوات المسلحة لن تبخل بذلك، وأيضا جهاز الشرطة لن يبخل بذلك، وأملنا كبيرة أن هم ينظروا بكثير من الاهتمام لهذه الطلبات المتعددة اللي جاءت من أسر الشهداء. هنروح لبني سويف ونتعرف على الأحوال هناك من خلال مراسلنا محمد خلف. مساء الخير محمد، كيف هي الأحوال في بني سويف؟ محمد خلف أسمعك. تفضل يا فندم. اليوم فجر اليوم دهمت قوات الجيش والشرطة ببني سويف مدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتمكنت من القبض على 32 من المنتمين إلى الجماعة مختبئين بالمدرسة وبحوزتهم أسلحة آلية وقنابل مولوتوف وملابس عسكرية وكميات كبيرة من الذخائر وعدد وأجهزة لاسلكي أميرية سرقت من مبنى ديوان عام المحافظة ومن أقسام الشرطة ومن مبنى الجوازات قبل حرقها. كما تمكنت أيضا من إلقاء القبض على 13 آخرين اخترقوا حضرة تجوال، وخمسة كانوا مختبئين بمعمل الإيمان التابع لجماعة الإخوان المسلمين والذي يمتلكه القيادي الإخواني الدكتور نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة. أشارت مصادر أمنية إلى أن بعض المخضوض عليهم من العناصر المشتبه بحرقها لأقسام الشرطة ومبنى المحافظة يوم الأربعاء الماضي. يجري حاليا تمشيط بني سويف بالكامل لضبط باقي العناصر الإرهابية الخطرة التي سرقت مبنى الجوازات واستولت منه على أجهزة اللاسلكي والحاسبات الآلية. المقبوض عليهم من الشخصيات البارزة هم خالد محمد صلاح، أيمن حنفي عبد العظيم، محمد فتحي إمام، محمد سيد زيدان، وخالد أحمد عبد البديع. تقوم الشرطة الآن بالتعامل معهم و يعني التحقيق معهم. أيضا أصيب اليوم اثنان من أنصار الرئيس المعزول وأمين أمين الشرطة أثناء محاولة لاقتحام مركز شرطة إغناسيا. حاول أنصار المعزول ردا على اعتقال الدكتور محمد بديع مهاجم قسم شرطة إغناسيا، لكن قوات الشرطة الموجودة بالقسم تصدت لهم بالإضافة إلى عناصر من القوات الشعبية اللجان الشعبية. وصلت جثتين لأنصار المعزول الذين قتلوا إثر هذه الاشتباكات إلى مستشفى إغناسيا المركزي لدفنهما بعد تشريحهما من قبل المستشفى، لكن أسرتيهما تمكنتا من سرقة الجثتين ودون العرض على النيابة. أيضا هناك عباس محمد عبد العال أمين شرطة أصيب بطلق ناري وفي حالة خطرة إثر هذا الهجوم من أنصار المعزول. اليوم قوات الجيش والشرطة تطوق بالكامل مدينة بني سويف وتقيم حواجز وتقوم بتفتيش المارة. قبل بدء حظر التجوال أخبرني المستشار محمد مجدي البتيتي محافظ بني سويف
أنه اتصل بوزير الداخلية لتوفير مدرعات للأمن المركزي، وقد وافق وزير الداخلية فورا وأمر بتوفير مدرعتين للأمن المركزي. وبالتالي تعتقد أنه الأوضاع الأمنية هتكون أفضل، التواجد الأمني هيكون أفضل خلال الفترة اللي جاية؟ لكن هناك حالة من الترقب تحسبا لردود فعل جماعة الإخوان على اعتقال الدكتور بديع واعتقال هذا العدد اليوم 50 شخصا تقريبا. ولكن بالتاكيد يعني هي يعني اشاره جيده، يعني صد هذا الهجوم على مركز شرطه إهناسيا واحباطه والتعامل مع هؤلاء المهاجمين، يعني اشاره الى انه الشرطه استعادت قوتها ايضا في بني سويف بعدما حدثتنا خلال الايام الماضيه محمد خلف عن يعني اختفاء او انسحاب لبعض من قوات الشرطه. انا بشكرك شكرا جزيلا، وهنروح لمحافظة المنيا والأستاذ ماهر عبد الصبور مراسل جريدة الشروق في المنيا. مساء الخير يا أستاذ ماهر. مساء الخير يا أستاذ أمين. هل الأوضاع في تحسن في المنيا ولا مازال يعني معاناة من عدم تواجد أمني كافي؟ والله على الرغم من عودة الأمن التدريجية اللي هي أصبحت ملحوظة بعد غياب أمن كامل وإعلان اللواء عبد العزيز هورة مدير أمن المنيا عن بداية عودة الشرطة إلى مراكز الأقسام التي تم حرقها والتي بلغت 10 أقسام من بين 12 قسم، وإعادة 338 قطعة سلاح كانت قد تم سرقتها من أقسام الشرطة بالمنيا، وضبط مسجلين خطر كان قد تمكن من الهرب أثناء الأحداث، إلا أن اليوم شهد مقتل مجند بقرية صفت أبو جرب مركز بني مزار شمال محافظة المنيا. المجند ده هو يدعى محمد رضا أحمد إبراهيم، كان في طريقه من قريته لعودته للأمن المركزي بالقاهرة، وأثناء تواجده على الطريق الزراعي في انتظار سيارة لنقله من المنيا إلى القاهرة فوجئ بسيارة مجهولة تحمل ملاكي بورسعيد تطلق عليه النيران، وقد شاهد الأهالي من المتواجدين عدد من أهالي القرية من إخوان القرية أو ممن ينتمون إلى التيار المنتمي للمؤيد للرئيس المعزول، مما أصاب هذا المجند، وتم استئصال البنكرياس والكلية اليمنى، وتوفي متأثرا بإصابته داخل مستشفى المنيا الجامعي، كما أصيب آخران من جراء هذا البقاء لله. ولكن هذه المشاهدات أستاذ ماهر، يعني هذه المشاهدات أو الشهادات أنه عربية وكانت شايلة ملاكي بورسعيد وتوقفت وفجأته وهجمته، يعني دي شهادات لشهود عيان كانوا متواجدين، يعني يعتبر ولا تم استجوابه قبل أن يستشهد؟ لا، دي شهادة ابن عم والده وشهادة الناس اللي كانت واقفة معاه وعملوا محضر شرطة بالكلام ده، وهم في انتظار الطب الشرعي للتشريح حاليا في مستشفى المنيا الجامعي. يعني دي شهادات حية، والأهالي بناء على الأحداث دي قاموا بحرق منزل اثنين من كبار أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل قرية صفت أبو جرد، وتدخل الأمن لمنع نشوب حرب اهليه بين الاهالي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر عبد الصبور مراسل جريده الشروق بمحافظه المنيا. هنروح للفيوم وزميل محمود عمر مراسل سي بي سي هناك، كيف هي الاحوال في الفيوم يا محمود؟ اتفضل. استاذه دينا، الاحوال في الفيوم حاله ترقب امام مسجد المعلمين ومسجد شبان المسلمين لخروج مسيره الاخوان اليوميه. الحقيقه النهارده في مشكله ممكن تحصل، ان القوى الثوريه وبعض الحركات الثوريه عامله وقفه احتجاجيه امام مركز الكتاب المقدس الذي تم حرقه، وده قريب جدا لمسجد الاخوان، مسجد شبان المسلمين اللي بيخرجوا منه الاخوان المسلمين. والحقيقه قوات الشرطه وقوات الجيش بتحاول تتاهب لصد اي اشتباك ممكن يحصل للوقفه الاحتجاجيه للقوى الثوريه ولمسيره الاخوان المسلمين. طيب، في مسيره للاخوان وفي نفس الوقت في وقفه للقوى الثوريه والسياسيه. مظبوط يا فندم. والحقيقه قوات الامن خلال المرحله اليومين اللي فاتوا قدرت انها تقبض على 26 من عناصر الاخوان المسلمين المسلحين في الفتره اللي فاتت اللي كانوا بيهاجموا اقسام الشرطه ومديريه الامن. بشكرك شكرا جزيلا محمود.
مراسلنا في الفيوم. هكذا هي الأحوال في مصر وفي المحافظات. طبعا هو في رغبة في أن احنا طول الوقت ننشغل بإحصاء عدد ضحايانا شهدائنا، كم الدماء اللي بيسيل، الخراب اللي بيلحقنا من كل جانب، علشان ما نستمرش في خارطة الطريق وخارطة المستقبل. ولكن احنا بعين على أهم الأحداث اللي بتجري، وعندنا عين تانية الحقيقة على هذه الخريطة. ومن أبرز وأهم الخطوات وأولها على هذه الخريطة إعداد دستور جديد للبلاد أو تعديل لدستور 2012. النهاردة لجنة العشرة، لجنة الخبراء برئاسة سيادة المستشار علي صالح عوض، انتهت من أعملها، ومن المفترض أنه خلال ساعات هتقوم بتسليم هذه المقترحات لرئيس البلاد المؤقت، ومن ثم بعد أيام هيكون تسليمها للجنة الخمسين اللي هتعمل على مناقشتها لمدة 60 يوم. إيه أهم الأمور اللي تم الاتفاق عليها داخل لجنة الخبراء وهيتم مناقشتها داخل لجنة الخمسين؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال فقرتنا التالية.